باسمه تعالى، وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. فيما يلي سألقي على مسامعكم وصية الشهيد السعيد مصطفى حمزة، والذي خطها بيده قبل الاستشهاد. فيما يلي لكم نفس الوصية. بسم الله الرحمن الرحيم. صديقي وأخي لا تحزن على فراق الله عن طاعه، وإن كان لك نصيب فسيأتي اليوم الذي نكون فيه معه، فلا تستعجل الشهادة. أوصيك أخي أن تبر بأمي وأن تزورها وتتفق الاحتياجات، فقد كنت أثناء المرارة أكتفي بزيارتها، والأمر الأهم ألا تسلم الفقيه للضارب، وأطلب من الشباب أن يسامحوني ويبرئوا ذمتي إن كنت قد آذيتهم أو ضايقتهم شيئا. نصركم الله على الظالمين. إليكم يا أهلي، إنني الآن مرفوع الرأس تفخر بي أمي ويفخر بي أبي، وإن شاء الله نلتقي يوم القيامة بأعمالنا الصالحة. الأمر الأهم أن لا تسلم الفقير، وأن لا تنحنوا للظالم. كونوا على خط أهل البيت عليهم السلام في كل خطوة. ختاما أوصيكم بأمي وبأن لا تحزن، فأخوكم شهيد. مع السلامة جميعا. لبيك يا شهيد، لبيك يا شهيد، لبيك يا شهيد، نفديك يا شهيد، بالروح بالدم، نفديك يا شهيد، بالروح بالدم، نفديك يا شهيد، بالروح بالدم، نفديك يا شهيد.